بحجم ما يقارب 16500 مؤثر عقلي نوع بريغابالين 300 ملغرام، وتوقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 44 سنة. تم تشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي خنشلة وبسكرة. السيارة محل المعلومة تم توقيفها وإخضاعها لعملية تفتيش، أين تم العثور على 16500 مؤثر عقلي نوع بريغابالين 300 ملغرام. بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص تم التنقل إلى إحدى الولايات الشرقية للوطن، وتم توقيف مشتبه فيه ثاني وحجز مبلغ من العملة الوطنية يقدر ب 400 مليون سنتيم، بالإضافة إلى قارورة غاز مسيلة للدموع نوع بانش، بالإضافة إلى عصا كهربائية. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد الوكيل الجمهورية المختص إقليمياً.